وآخر يقول هناك قال لنا أحد الكبار جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه وأبعدناه هم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم نريد بيان ذلك هناك أحد الرجال قال جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل متركب جاهل الرافضة شأنهم خطير هم عباد وأوثان يعبدون أولياء يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله يسبون ويسبون الصحابة فلهم عقائد ودين غير دون المسلمين وهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم هم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا ابن الحسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما فالرافضة الآن قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأجرها وأعظمها خطرا أنهم يعبدون أهل البيت من دون الله ويشتغلون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات يا المرة يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعو عباد الأصنام الأصنام نعوذ بالله من ذلك هذا معروف من عقائدهم دعوة أهل البيت ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم وهم حملوا السنة والقرآن وهم حملوا الشريعة فما أساء الظن بهم فقد كفر نسأل الله العافية الشيعة من فيها تصفيق الرافضة بالأخص والباطنية هم أشد الرافضة أشد الشيعة شرا وأخطرهم والنصيرية كذلك فهم أقسام الشيعة أقسام كثيرة لكن من أخذتهم الرافضة والنصيرية والباطنية